ومعاها مين؟ مصطفى العميل بتاعنا، وهنأكد عليها وهنأكد عليها. حبيبي عامل ايه يا انت عارفه حقك. نورتي يا استاذ. حبيبي يا درشا حسن، ما تاخرش. لا لازم بقى طبعا، انتوا عارفين الستات بقى شويتين الشعر وتعمل كده وتعمل كده يعني كده. ليلتها نكد ان شاء الله. هندخل بقى دلوقتي العريس والعروسه ونشوف بقى النكد هيبدا دلوقتي. نور اهلا كمانيتنا، ازيك؟ اهلا وسهلا. اخبارك ايه؟ وليد بسيون العريس. اهلا بيك. اهلا، الف مبروك. الله يبارك فيك. نادى العروسه. اهلا وسهلا. سلمي على طنطي. اتفضلي. الف مبروك. اهلا، الله يبارك فيك. بص حضرتك، انا عايز ليله النهارده ما حصلتش. لا ما تقلقش، عايز الناس كلها تتحكى بالليله دي. بص يا سيطره، انا بقالي كتير ما اتجوزتش وعايز الناس كلها ما تنساش الليله دي. مش هينسوا. ماشي؟ واحد ان شاء الله. معايا تليفون بس اخلصه واجي. اتفضل اتفضل. مبروك. ما تبصلهاش. بصي في الارض، بصي في الارض وعيطي. عيطي. ما تتكلميش. عيطي لحد ما هي تتكلم معاك. عيطي. مالك طيب، في ايه؟ انا دلوقتي انا عندي 14 سنة. كم؟ 14 سنة. وامي عايزه تجوزني لواحد قد ابويا عنده 60 سنه. العريس، انا حاسه ان انا بهيمه بيبيعوها لبعض. انا ابويا لو كان عايش ما كانش سامح للجوازه دي انها تحصل. انت والدك متوفي؟ انا كل اللي عايزاه منك تساعديني. ساعديني. والله طب اعمل ايه طيب؟ خبيني، هربيني، اي حاجه. انا مش عايزاه. أنا عايزة أطلع من المكان ده بأي شكل، بأي طريقة. والنبي ساعديني، والنبي ساعديني، خديني معاكي في أي حتة. في أي حتة فين؟ طب بصي، هتجيبي أختك الصغيرة. طب والله أنت عندك 14 سنة بجد؟ هو عنده كام سنة؟ عنده 60 سنة. 46 سنة؟ صرخي، مش عايزة أتجوز. مش عايزة. ستي طب لما يجي، طب ما قلتيلوش ليه كده من الأول؟ وأنت طب أنا مش عايزة. أنا بصي ساعديني، اعملي أي حاجة، أنا مش عايزة أتجوز. أبوس إيديكي. أنا بصي ساعديني. أهلا، أهلا. بتتفعيصي يا حبيبتي؟ أنا عارفة دموع الفارة. أنا عارفة يا حبيبتي. ازيك يا أستاذة؟ أهلا وسهلا. منورانا والله منورانا. يلا يا ماما. يلا يا حبيبتي. هظبط لها بس الملياش يا استاذ. هظبط والدتها؟ حبيبتي. طب معلش، هي بس هي متضايقه شويه. معلش هظبط لها بس الملياش. معلش بس بعد اذنك. معلش بعد اذنك، يا انت ماسكه فيها ليه كده؟ سيبيها خالص. انت ماسكاها، معلش سيبيها. استني بس، مش ماسكاها من الزمن. طب حضرتك سيبي بنتي عشان انا اديكي. طيب ما بالراحه. طب حضرتك معلش. طب انا مش عارف ايه الزيطه دي. يا جي 20 سنه يا استاذ. والنبي يا طنط، ركزي على طنط. انت بتهدى شويه. مطلعها. معلش هطلعها. انت بس معلش يا استاذه. والله حضرتك. طب ما حضرتك بت يا طنط. يا طنط. طب يا سيد ده معايا. طيب ظبط المسيح، ظبط المجلس. هجيلك. العروسه بقى دلوقتي هتدخل تتسحب كده ونشوف هتعمل معاها ايه. شكلها جدعه. بقول لك ايه، انت فين يا عم؟ تليفونك غير متاح. ال العروسه والعريس دخلوا لي يا عم، والعروسه عماله تعيط، وامها دخلت وعماله تشدك وتقفش عليه. انت فين طيب يا عم؟ ما تسيب الفرقه وتعالى يا عم. ايه هي امي هنا؟ هي مش خدتك وخرجت؟ طب اهدي. طب تعالي. هي فين؟ انت ظبطتي الميك اب؟ انت تهديتي طيب؟
ما ظبطتش حاجه. طب انت خرجتي معاها ما عملتي ايه؟ طب ما قلتلهاش ليه؟ طب هي عارفه؟ هي شكلها هي عارفه. انا عارفه ان انا دوشتك. لا ما دوشتيش. حد غيرك ممكن يسالك. بص انا فهمت، انا بحب ابن خالي وهو كمان بيحبني، وهي كانت موافقه عليه. ماشي. بس بعد كده عشان هو كان بيحوش فلوس المهر كان بيشتغل ليل ونهار، والله العظيم كان بينام. طب ما تتجوزين. هي مش راضيه، هي عايزه تجوزني عشان واحد غني. طب وانا عايزاكي تساعديني. طب ما انا والله بصي انا شو انا قفشت عليها يعني، بس عامل ايه؟ طيب ما هي برضه في الاول في الاخر مامتك يعني. انا مش عايزه اسمع اي كلمه غير ان انت هتساعديني. طب هساعدك، قولي لي نعمل ايه؟ اي حاجه. طب انا طالعه اغني دلوقتي. ابوس ايديك ابوس ايديك. طب انا اقول لك حاجه، بصي يا ستي ما تبصيش ايديا. بصي بس استني ابوس ايديك يا ستي، ما تبصيش ايديا يا ستي. طب اقول لك حاجه، انت مش شفتيه قبل كده ولا انت اول مره تشوفيه النهارده؟ انا ما شفتوش خالص. هم عايزين يجوزوني بالعافيه عشان معاه فلوس. اتصرفي بقى اتصرفي. طب يا ستي استني بقى، استني. على فكره انا لو مت هيبقى تبقى انت السبب. مت ايه؟ حزين يا عم. ما تجيلي يا عم جوه. يا انت بتعملي يا عم؟ تعالى يا عم. استنى، انت بتعملي ايه ده؟ عشان ترتاحي. ارتاحي انا؟ مالي انا؟ طب ايه ده؟ بقول لك ايه؟ لا يا جماعه، لا انت هتفرفري. بقول لك ايه يا حاتم؟ طب فوق. لا 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 لا. طب استنى، يا نهار اسود عليا وعلى اللي خلفني. بقولك يا نهار اسود يا حاتم يا جماعه، مش كده يا حد يجي الحق. تعالي بقولك ايه، محدش مين اللي عمل ايه؟ دخلها قوي يا حاتم، ايدي فيها قوي. دخلت قوي يا حاتم. الحمد لله. انت كويسه؟ لا بقول لك ايه، والنبي بلا الحقيني بلا ما. طب ما يا بابا بقى ايه؟ طب انا شفت شفت. تعالي انا مش عارفه اعمل لك حاجه. خليكي مكانك. انا ما اتكلمتهاش اهو. خليكي مكانك. مش انت امها ما كلتيها يا ست؟ ما تتدخليش بيني. انا ما اتدخلتش. خديها يا ست. بقول يا ست طقطي مين بقى؟ طقطي مين؟ يا حازم يا ام ابن خالتها هيدخل دلوقتي، نشوف هيعمل ايه مع ياسمين. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ؟ انا 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 مصطفى. مصطفى مين يعني؟ انا ابن خالتها العروسه. تسمحي لي اخدها شقه؟ لسه اقول لك كلمتين. بصي ممكن تقفي جنبي بالله عليك؟ طب انا اسف انا اسف. اتفضل. انت مصطفى مين؟ ابن خالت مين؟ ابن خالت ندى العروسه، الحب الاول والاخير ليا. اللي هي بتحبه؟ لا بتحبه وانا بحبه. طب ما انت ما خدتهاش ليه وما اتجوزتهاش؟ طب ما تهرب بيها يا عم. طيب ولا اعمل لك حاجه؟ بص الاخص ده لما دخل العيله. مين هو العريس اللي قاعد؟ الراجل المالي، الراجل المسيطر اللي هو بص الاخص اللي دخل العيله وذاكر عيل خالتي بالفلوس. وانت عارفه الناس اللي غلبانه اول ما بيشوفوا كنهين ما بيقدروش يعملوا اي حاجه. الحب ده من عند ربنا. من عند ربنا. طب ما تروح لها تاخدها من الكوشه واجري بيها. خلي بالك المشكله اللي اشتركتني انا في اقل من لحظه. ممكن اعمل حاجه واحده. ايه ممكن اعمل حاجه واحده؟ ايه ممكن يا عم؟ ممكن بجد والله العظيم. ايه يا عم؟ طب ضيع مصطفى. والله العظيم. طب بس نزل السلاح يا عم. يا عم بالله عليك اقف جنبك يا عم. نزل طيب يا حاتم. قادر والله العظيم هنزلك يا عم. نزل ام البتاع يا رب. ماشي ماشي. ما تخافيش، انا عايزك تقفي معايا. يا سيدي اقف معاك. على فكره انا مش عارف اوصلها لك ازاي.
ايدي والله الحق. طب عايز تعمل ايه؟ طب ارمي البتاعنا. طيب هو ما هو هو من الطلعات ممكن ياخدني يا عجب دار هو الحيوان. طب ارمي المسدس. بقول لك ايه اوعى تيجي ناحيتي اوعى تيجي ناحيتي والله. لا 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 على دي على دي لا 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 اتفضلي اهدي بس عايز اللي بيقول كده واهدي. اتفضلي بس اهدي بس اتفضلي والله هقعد اتفضلي يا سيدي انا مرتاحه كده يا سيدي. طب انا عايزك تتفضلي عايز اللي بيقول كده وهاديه. اتفضلي كل ايه بس حضرتك. طيب اتفضلي. طب معلش ممكن بس قبل الميه حد ينادي لي حازم مدير اعمال. بس عايز تهدي بس معلش. والله انا ههدى لما الاقيه. طيب انا بقولك حاضر. ماشي ميرسي ميرسي. دلوقتي بقى الحمد لله هي اعصابها بقت هاديه وجميله ويعني مفيش اي توتر ولا اي حاجه. نخليها بقى تخش تغني. يا سويفي يا سويفي انتوا عرفتوا بتحاسب مني يا عم؟ العروسه دخلت لي وشربت برشام وتسممت وما دخلت ومسكت معايا واتخانقت ودخل واحد بالمسدس والعريس طلعه انا عايزه امشي يا سويفي. انا عايزه حازم. انا عايزه حازم. انا عايزه حازم. انا مش عايزه ميه. انا عايزه حازم يا سويفي والنبي. هات ميه يا صاحبي. ضفري اتكسر يا عم. لا 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 مش هطلع يا سيدي ولا فرقه ولا بتاع. مش هتعمل يا عم ده خناقه كبيره وماسكين سلاح بقى بنضرب بالنار. مش هجيب حازم. طب خلي جبت لي حازم ده يا سويفي. معلش طب اقعد مسكت بس يا والنبي يا سويفي. دخل اي حد تبعك يقف معايا. طيب ماذا المطبخ؟ يا نهار اسود عليا بقى. يا عم انت بتهرج. يا عم انت يا عم كانوا بيضربوا نار. مين اللي بيضرب نار؟ مين اللي ضرب عليك نار؟ لا لا انا عايز امشي. لا عايز امشي. في ايه؟ طب عايز امشي. طب احكي لي اللي حصل. عايز امشي. طب احكي لي. عايز امشي. طب احكي لي. بس عايز اتكلم. عايز امشي. طب ايه اللي حصل؟ طب احكي لي ايه اللي حصل. طب احكي لي. عايز امشي. طب انت ايه؟ تعالى بس دقيقه واحده بس عشان نخرج. عايزه مش عايز اشتغل. مش عايز انا. طب اقعدي. طب دقيقه واحده. دقيقه واحده. مش عايزه. طب اقعدي دقيقه. مش عايزه يا عم انت بقى. طب اقعدي. طب انا مش عارف ايه اللي حصل. طب ايه اللي حصل؟ مش عايزك يا عم مصطفى. انا لقيت منك كذا مش عايز اطلع بره احكي لك. طيب ماشي. طب اقعدي دقيقه خدت الكذا. طيب خلاص. ايه في حد قرب لي؟ انت ايوه مامتها اصلا انا كنت امسك فيها. هقول لك يا حبيبتي. لا انت قاعده توصلنا الفرح. انت قاعده توصلنا الفرح. لو سمحت يا ولاد. هو سمحت بايه؟ قاعده توصلنا الفرح. قاعده توصلنا الفرح. طب يلا ايه اغنيه؟ انا عايز امشي. طيب لا اغنيه ولا اغنيه ولا لا لا مش عايز اغني انا. بس انا استهدي بالله كده. انا ابعت لك حاجه تشربها. لا ما تمشي. لا ما تمشيش. لا اكلم حد. لا 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 مش لا. يا بنتي هاجي معاك. طيب هاجي معاك. لا خالص انت عارفه انا هاجي معاك. انا واقف بره الاوضه. انا واقف على الباب بره. مش بس شوف الدنيا فيها ايه. لا يا بنتي لا 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 انا عايز اروح اشرب شاي. خلاص ده يا معلم. طب يلا معلش قادر اقف. عاوز من ده. يلا يا بنتي. يلا عشيك. يابا يابا يا عم. احنا اخيرا الحمد لله قدرنا ان احنا نطلعها من الاوضه بعد قعدنا ساعتين نقنعها ان هي تطلع. بس كانت داخله نشيطه ما شاء الله عليها وخارجه اتنين مسندينها.